في المؤتمر الثاني لجبهة الحرية تحت عنوان مؤسسة راسخة لتغيير آت، دعا رئيس الجبهة فؤاد أبو ناظر المسؤولين كافة سياسيين ومدنيين إلى العمل من أجل مستقبل يوازي تطلعات الشباب اللبناني. أثبتت الحروب والسنوات وحتى إلى ما بعد خروج الجيش السوري أن أي فريق لا يمكنه التغلب على الآخر وفرض إرادته بالقوة، فلبنان بلد قائم على الديمقراطية التوافقية والألوازنة المتوازنة للقيم المسيحية الإسلامية بغض النظر عن لعبة العدد والطروحات العددية، ولبنان وطن نهائي لجميع أبنائه بالتساوي. السفير فؤاد الترك سأل أي لبنان نريد وهل نريد لبنان بلد التسوية، مؤكدا أن لبنان يجب أن يكون له دور في المجتمع الدولي وإلا تراجع سبب وجوده. الجواب: نريد لبنان لبنانيا أولا، منفتحا على محيطه الأقرب وعالمه الأرحب، متفاعلا معهما لا بشرا وحسب، بل جودة وإبداعا وإسهاما حضاريا. التسوية هي هدنة بين حربين، ولبنان لم يعد يتحمل التسوية، بل يحتاج إلى حل يثبت الكيان ويرسخ الوجود ويعزز الحضور. والتسويات التي حصلت عام 1943، الميثاق الوطني غير المكتوب، وعام 1958 لا غالب ولا مغلوب، وعام 1989 الطائف، لم تؤدي إلى الغاية المنشودة، أي إلى لبنان الذي نطمح إليه. المؤتمر ناقش وأقر الورقة الأساسية التي ستتبناها الجبهة وتطرحها كرؤية سياسية مستقبلية، وينهي المؤتمر أعماله يوم الأحد على أن تصدر التوصيات الأسبوع المقبل.